هناك نقاش قديم جديد يدور حول سؤال واحد: هل يحق للثري أن يستمتع بماله دون أن يشاركه مع الآخرين؟ البعض يرى أنه من حق الإنسان الغني أن يتصرف بماله، ويرى البعض الآخر أنه من حقه، ولكن لابد من أن يضع الفقراء نصب عينيه أيضا. لكن في هذه القصة الأمر لا علاقة له بالثراء أو الفقر، بل بما يصفه الكثيرون بإهدار للغذاء لا داعي له في وقت يشتد الجوع حول العالم. نتحدث هنا عن مهرجان التراشق بالطماطم في إسبانيا، وهو حدث تقليدي سنوي بدأ منذ الأربعينيات بشجار عفوي بين القرويين، تحول بعد ذلك إلى فعالية ترفيهية يشارك فيها الآلاف من إسبانيا ومن خارج إسبانيا. وبدأ المهرجان يوم أمس، حيث ألقى المحتفلون أطناناً من الطماطم على بعضهم البعض في الشوارع. وفيما يبدو المهرجان وكأنه ترفيهي ويتوافد عليه آلاف السياح سنوياً، إلا أنه لا يفشل أبداً في إثارة الاستياء، وخصوصاً في السنوات الأخيرة بعد تفاقم أزمات الغذاء والمجاعات في هذا العام، وتحديداً ازداد الاستياء لكون الطماطم أحد الأغذية التي تواجه ارتفاعاً خيالياً في أسعارها، وهو ما علقت عليه أحلام وقالت: عندهم رمي الطماطم ورمي الحليب ورمي المعزة من البرج وقتل الحيوانات في مصارعة الثيران، وفي الآخر يحذرون من أثار المجاعة العالمية وغلاء أسعار الغذاء ويتساءلون عن أسبابها. كما علق هشام وكتب: الأفارقة يموتون جوعاً يا دولة من الدول الراعية لحقوق الإنسان، أطنان من الغذاء يمكن أن تكفي دول بأكملها لسنة أو أكثر تهدر في الصرف الصحي بشوارعكم. خالد كان له رأي مغاير وقال: إسبانيا لم تمنع العالم من أن ينتج غذائه بنفسه، اشتغل أنت كذلك مثل الإسبان بالاستيراد وإنتاج الطعام بوفرة والعلاقات الدبلوماسية، لا أحد يمنعك. سالم حلل وقال: سبب هذه المهرجانات تعزيز سعر السلعة المستخدمة فيها، زيادة المعروض يرخص الطماطم في الأسواق وهم لا يريدون ذلك، ثم أنهم كسبوا منها ثلاث أضعاف ثمنها بالسياحة وبيع التذاكر.